السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أعزائنا في كل مكان، متابعين سلسلة لازم نتعلم لازم نفهم. بصوا يا جماعة، ده الكم اللي أنا عملته في الفيديو السابق، وممكن تكون استصعبت الجزء اللي أنا عملته ده، فأنا عشان كده قلت أشرحهولك بطريقة تانية، تمام؟ قلت هنزل من هنا لهنا 7 سنتي أهو بالشكل ده، تمام؟ بشتغل من الناحية المقفولة اهي، والناحية دي المفتوحة، شايفين؟ واروح واخدة خط كده في النص بطريقة زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ طبعا انا رسمتها على طول وطلعت على طول، لكن لو عندك لسه خوف ولسه مبتدئة امشي معايا الخطوات دي. قيس الخط ده كده من الخط ده اهو، طلع 20 سنتي، بقسمه بالنص طلع لي 10 سنتي. بقسم الخط ده واقسم الخط ده، يبقى بقسم الخط ده كده 5 سنتي، وبقسم الخط ده كده 5 سنتي، فاصبح عندي 4 نقط، النقطة دي اللي في النص والنقطة دي والنقطة دي، تمام؟ تمام. النقطة دي هنزل تحتها 0.5 سنتي، والنقطة دي انا هطلع فوقها 0.5 سنتي. ويلا نمشي قبل ما بتاع طماطم بالعداية يعدي بسرعة اهو. بصوا اهو، عديت الخط بتاعي ده كده ورحت مطلعاه فوق ايه، فوق المرسى ده، فوق نقطة الالتقاء دي، وطلعي بقى كده لفوق اهو. طبعا احنا عكسنا عشان الناحية دي مفتوحة، تمام؟ يعني المفروض الموضوع ده يبقى كده الناحية دي. طيب اهو اللي انا عملته اهو، هي بصوا اهي اهي، هي هيها نفس النتيجة بتاعة الخط اللي انا قلت لكم عليه، هتديكوا نفس النتيجة. طيب بصي بقى، بقص كده بالراحة جدا اهو، جدا دبابيس يا فريدة اهو. بصوا يا جماعة، خلاص كده انا خلصت الكم، اروح عاملة ايه؟ عاملة علامة اهي كده، عملت علامة، تمام؟ بفتح الكم بتاعي اهو، تمام؟ وده مفروض البلوزة او الفستان اللي انا هعمله. طيب بصوا بقى، اول حاجة انا هعملها عشان اركب الكم، انه انا لازم اخيط الابط ده في بعض، شكرا، لازم اخيط الابط ده في بعض. يبقى انا عندي اهو الخط ده والخط ده، دول لازم يتخيطوا بالشكل ده كده، الاكتاف في بعض، عشان نعرف ازاي نخيط الاكمام اهو. الجزء بتاعي كده بالشكل ده اهو، تمام، عشان اركب الكم. طيب قلنا ان احنا خدنا علامة اهي في رأس الكم، خدنا العلامة، هنجيب دبوس ده كده الدبوس، تمام؟ انا ثبت، انا عايزة اشوف دلوقتي الكم اللي انا عملته ده كبير ولا صغير ولا ايه حكايته بالظبط. طيب بصوا اهو، عشان اركبه اهو، شايفين طلع في زيادة قد ايه؟ حوالي 1.5 سنتي اهو، تمام. بس انت يا عبد الرحمن خدتي 18 سنتي، لا انا زودت في القص، عشان انت بتواجهي مشكله زي دي وبتعتبري ان الموديل باظ منك وما بيطلعش مظبوط، والا ايه لازمته لما انا هطلعه لك مظبوط من اول مره؟ هعالج المشكله دي ازاي؟ هعالج المشكله دي ازاي؟ ولا حاجه، خيطي اهو، بس ابدأي من اين؟ ابدأي من العلامه اللي على الكتف اهو، انا بدأت من العلامه اللي على الكتف بخيط. بصوا ما شلتش حاجة، انا بادئة بالعلامة اهي اهي بالشكل ده كده، الزيادة طلعت بره اهي، دي الزيادة اللي طالعة معايا، تمام. نفس الحكاية هبتدي بقى خياطة من الناحية التانية دي اهو، وبرضو اطلع الزيادة بره، لف الموديل معايا كده واروح اخيط برضو من الكتف. طيب ما عندكيش مكنه، خياطي على ايدك، ابره وخيط وخياطي، عشان ما يبقاش في مستحيل، عشان ما يبقاش اصلا انا مش عندي مكنه يا ام عبد الرحمن عشان اتعلم معاكي او عشان اشتغل معاكي حاجه، ابره وخيط زي ما انا بعمل اهو، وتشتغلي عشان لازم تتمرني، احترفي الخياطه قبل ما تجيبي المكنه، عشان لما تجيبيها ان شاء الله ربنا يسهل للجميع، تبقى الامور كلها بسيطه، ويبقى الموضوع انه انا ما ضيعتش وقتي، انا اتعلمت اهو.
خيط معاكي، مكنه يتخيط وابره وخيط يتخيط. ما تشتريش مكنه سنجر عشان تتعلمي فيها السودة، انتوا عارفين طبعا بتكلم على ايه. ما تشتريش مكنه صغيره لعبه بتيجي على النت عروض مغريه عشان تتعلمي عليها، مش هتخيط معاكي حاجه، هتبقي بس رميتي فلوسك في الارض. احترفي، ابره وخيط اهو. انا بدايه ما بدات القناه ما كنتش بخيط على المكنه، كنت بخيط كل حاجه على ايدي، لان ده كان هدفي نتعلم الخياطه بدون ماكينه خياطه. لكن الناس ساعتها قالت لي لا او مش عارف ايه، هو انت ما عندكيش مكنه؟ فاضطريت اطلع المكنتين اللي عندي، الحمد لله هذا من فضل ربي. بصوا يا جماعه انا كده خيطت اهو وخيطت الكم. طيب الزياده بتاعه الكم اهي، شايفين الزياده بتاعه الكم دي؟ طيب انا بروح مطبقه الجزء ده كده، وده اول خطا او اول مشكله بتواجهك، انه بتلاقي الكم كبر شويه. بس طالما انا ركبت من فوق صح فما عنديش مشكله اهو. شايفين دي كده الزياده اللي وضحت معايا اهي، تمام. بروح حاطه ده كده على بعضه كويس قوي. طيب عبد الرحمن دبس لو سمحت اهي، بروح مدبسها كده. اولا اتاكدي ان الكم مش هيكون ضيق. ليه بقى؟ لان الابط مظبوط، فما تتاكدي ان الكم من بعد ما تخيطيه مش هيطلع ضيق، تمام. طيب اهو بالشكل ده، دي كده الخياطه كاني بخيط بالظبط اهو، انا كده كاني بخيط لك الكم. اتمنى تقولوا رايكم في سلسله يلا نتعلم يلا نفهم علشان نكملها، علشان نواجه كل الاخطاء وكل الحاجات اللي بتواجهنا. هسيب لكم رابط دوران الرقبه الناس اللي ما كانتش عارفه تعمله. طيب اللي عليه الدبابيس ده اهو بالطباشيره كمان، دي الخياطه، دي الخياطه بتاعتي اهو، انا بخيط كده، دي الخياطه بتاعتي اهي، تمام. بخيط واروح نازله على الجنب ده كده واخيطه اهو، شايفين كده؟ يبقى الزياده بتاعت الكم هي مش مضايقاني، مش مضايقاني خالص. طبعا عايزه تقصيها خلاص، انت خيطتي اصلا فما عندكيش مشكله ان انت تقصي الزياده، انا مش عايزه الكم يعمل لك مشكله. هيبقى امتى مشكله؟ لو هو زياده كده ها، وجيت اركب فرحت بادئه التركيب بدون ما اظبط الجزء اللي فوق ده، يعني بدون ما اوصل الجزء ده ورحت مركبه، هبص الاقي الكم لف معايا وبقى شكله مش ظريف خالص. العلامة دي هي الخياطة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، تمام؟ طيب الكم التاني، لو أنا عايزة دلوقتي الموديل بناتي وحريمي ولقيته زيادة، لقيته زيادة أهو، بروح واخدة العلامة على الكتف زي ما أنا قلت بالشكل ده كده أهي، تمام؟ وأروح أبتدي خياطة زي ما قلت لك نفس الحكاية بتاعت المرة اللي فاتت أهو. أنا عايزة الكم يبقى الجزء ده مظبوط، أروح واخدة الحرف ده واروح بادئه خياطه بالشكل ده اهو، ببدا خياطه بالمظبوط تمام. انا خيطت كده وعماله برحل في الزياده عندي لغايه الخط بتاع ايه، لغايه الخط بتاع الكتف ده اهو، الزياده اهي تمام، دي الزياده بتاعتي، وبالتالي هيبقى في زياده من الناحيه التانيه زيها بالظبط. بروح عاملاها كسرتين اهي بالشكل ده اهو، يبقى انا عملت كسرتين كده خفاف ولزاز مش هيزعلوني في حاجه، واروح نفس اللي عملته الناحيه التانيه بعمله هنا اهو بالشكل ده كده. ده مكان الخياطه، لازم الكتف يجي على الكتف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، ودي الخياطه خلاص هتبقى مظبوطه معايا، ما بقصش حاجه تمام. لا انا طبعا ما بعملش ايه كل كم لوحده، انا الفكره دي فكرتين، دي فكرتين اهو، يعني انا لو عايزه اعمل الفكره دي بتاعت الكسرتين فانا بمشيها على الكمين، لو انا لا مش عايزه كسرات بقص زياده بعد ما بخيط بروح قص الزياده، دي معايا فكره ودي معايا فكره، والموضوع ابسط مما تتخيلوا. ان شاء الله يعجبكم وينال على رضاكم، وان شاء الله تقولوا لي في التطبيقات هو لسه في مشكله في ان انا اعمل الكم زي زمان؟ اكيد مش هيكون في مشكله ان شاء الله. احنا سلسلة يلا نتعلم يلا نفهم مش عايزين نحفظ ابدا، وان شاء الله السلسلة تعجبكم وتعملوا لنا لايك كبير جدا جدا. بشكركم جدا والسلام عليكم.